أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لأول مرة تضرب تل أبيب مرتين في 24 ساعة بالمسيرات الانقضاضية النوعية. في الجولة الأولى كانت نقاط عسكرية حساسة لم يكشف عنها إلى الآن، لا من الطرف الإسرائيلي ولا من الطرف المهاجم، وهذا يعد بمثابة إشارة واضحة إلى شل تل أبيب عسكريا في العمق. هذه المرة فإن كان الكل يتفاوض حول جنوب لبنان، يطرح سؤالا الآن حول العمق الإسرائيلي والتعاطي معه، إذ لا بد من وقف الحرب مع احترام سيادة الدولتين، وهذا الذي يطالب به الآن اللبنانيون وعلى رأسهم حزب الله. إذن هذه هي اللحظة الحاسمة الأولى. اللحظة الثانية بعد القصف الأول على تل حييم، مقر الاستخبارات النوعي بين قوسين أيضا، والذي اتخذ عوضا عن 8200 من قلب وزارة الدفاع، نقلت أغلب العمليات إلى تل حييم، وهذه هي قاعدة الاستخبارات العسكرية أمان على وجه التحديد، إذ عملياتها في هذه النقطة. إذن لدينا ضربتان هامتان موجهتان بشكل استراتيجي إلى النقط العسكرية الحساسة من جهة أولى، وثانيا ضرب الاستخبارات العسكرية. وقد لا يرى البعض أهمية لتل حييم قدر ما يعرفها جيدا من اكتوى بلظاها، خصوصا في الضربة الأخيرة وقبلها أيضا في ضربات موجعة بخصوص العمليات الاستخبارية. إذن هناك ضربة موجهة إلى تل حييم، وضرب بالمسيرات أيضا النوعية إلى كامل النقط الحساسة لتل أبيب، فأصبحت تل أبيب في واقع الأمر مشلولة. هذا هو التطور الرئيسي الأول. التطور الثاني الذي يمكن أن نرى أنه هام للغاية، هذه المقرات المستحدثة بفعل الحرب كما في يعرى وأمام اللواء الغربي، كانت أيضا ضربة بالمسيرات الانقضاضية تجاه مقر اللواء الغربي المستحدث، الذي قد نقول معه إن هذا المقر المستحدث في ثكنة يعرى له أهمية استثنائية لا يوازيها إلا ضربة موجهة مباشرة إلى جولاني في رجفيم. وفي هذه القاعدة التي نرى معها أن عملية المسيرات الانقضاضية متجهة بشكل دقيق نحو النقط الحساسة، الأمر يتعلق بأكثر من نقطة، من علم الشعب مثلا بالمسيرات مرورا برجفيم، وأيضا باتجاه قيادة يعرى قبل الانطلاق إلى ضرب هذه النقط الحساسة في تل أبيب، بالإضافة إلى مركز التجميع الاستخباري في تل حييم. إذن لدينا ضرب لي أهم النقط الحساسة، فالمسيرات الانقضاضية كما يلاحظ وتبعا لخطة العملانية فهي تضرب وتتدحرج باتجاه المناطق الحساسة ومراكز الثقل الحساسة. إذن علم الشعب، ومن ثم 65 كيلومتر إلى رجفيم، وأيضا يعرى، ومن ثم إلى تل أبيب مرتين. إذن هذه هي النقط الحساسة الهامة جدا، والتي يمكن القول معها أنها ضربة موجعة للأعصاب الحساسة، قاعدة للتدريب هامة جدا، وهي التي قد تكون هي اللوجستيك الفاعل باتجاه الجبهة، أيضا بالنسبة للقيادة. وهناك أيضا السريات الصاروخية التي تبدأ من النوعية في تل أبيب، والصواريخ كانت إلى جانب المسيرات الانقضاضية في تل حييم من أجل تدميرها بشكل كامل، وهذا مهم جدا، إذ سبق قبل 4 أيام أن قصفت المقاومة هذه القاعدة.
ليرد مباشرة الإسرائيلي في استشهاد محمد عفيف، وبعدها لاحظ الجميع أن هناك تطور استثنائي أمام هذا الهجوم المزدوج. ودائما ما كان هذا الهجوم المزدوج بالصواريخ والمسيرات كجزء من الرد على مثلا اغتيال محدد منذ شقر وإلى اليوم. دائما ما كانت الضربات بالصواريخ والمسيرات وما يسمى بالهجوم المركب تبعا لرد مباشر على اغتيال ما. اليوم هناك اغتيال عفيف من جاء، لكن ليست هذه هي الرسالة المقروءة في واقع الحال. المسألة هنا مرتبطة بالحديث عن وقف إطلاق النار، وأشرنا إليه بأن الأمريكيين يطلبون ضمانات لإبقاء ما يسمى بالتدخل المباشر في إجهاض ما سمي بالضربات الوشيكة في جنوب لبنان ضد إسرائيل. على أي حال، إذن التدخل العملاني في أي لحظة يريدها الإسرائيلي. هذا الأمر نقلناه بالفقرة في الفيديو الماضي لمن أراد المزيد من التفاصيل. مهم جدا في هذه اللحظة أن نؤكد من جهة أولى رسالة قوية بأن لبنان أيضا يعرف كيف يقرص الأذن وبقوة. ليس هذا وحسب، إنما ما سمي بالتفاوض تحت النار أيضا اليوم إسرائيل تدفع الثمن في الاتجاه الآخر. فهذه المعادلة ليست ضد لبنان وإنما أيضا ضد إسرائيل، وهذا تطور استثنائي له ما بعده. بعد ضربات اليوم بنسبة المسيرات على أكثر من نقطة عسكرية حساسة وانتهاء بتل حييم، إذن الأمر هنا دقيق للغاية بخصوص هذه الرسالة بأن لبنان لن يدفع وحده ثمن التفاوض تحت النار. إذن هذه رسالة أولى. رسالة ثانية، عشية الحديث عن زيارة هوكشتاين وهذه التطورات ومطابقة الموقف الإسرائيلي الأمريكي، كان من الضروري جدا الرد. المسألة الثالثة، أن المفاوض اللبناني وعلى رأسي هذا الجانب اللبناني نبيه بري لا بد من دعمه ناريا وميدانيا. يجب خلق نوع من التوازن الذي فرضه الحزب بفعل قصف مركب ضد تل أبيب في داخل تل أبيب من جهة ولمرتين وفي نقاط حساسة. كل هذا يضعنا أمام سؤال، هل استطاعت المقاومة أن تصل فعلا إلى ضرب ثاد؟ إذ اليوم هناك تسريبات على الأقل بأن المسيرات الانقضاضية كان هدفها ثاد في تل أبيب. فالنقط الحساسة التي أحيط بها علما أكثر من طرف وربما ادعاء أيضا من طرف الإسرائيليين، فإن قصف ثاد كان جزءا من أجندة المسيرات الانقضاضية، وهي رسالة للأمريكيين بأن التفاوض تحت النار يدفع ثمنه أيضا للإسرائيل. هذه زاوية أساسية أولى. إذن تصعيد من علم الشعب ومرورا بركفيم وإلى يعرى ومن ثم إلى تل أبيب، وأمام هذه الحرية وأمام هذا الإطار العملاني العادي في الوصول إلى تل أبيب بعد ساعتين من ضرب وسط بيروت، قلب بيروت من رأس النبع ومار إلياس وصولا إلى زقاق البلاط. لكن المهم هنا زقاق البلاط 120 دقيقة كان هناك قصف مباشر في قلب تل أبيب هنا بصاروخ واحد، لأن جميع هذه الصواريخ اتجهت إلى هدفها وضربت بدقة، لأن المسيرات أساساً وهذه الصواريخ في العملية المركبة الأولى والثانية كانت دقيقة لسبب بسيط، لأننا نتحدث عن درونات نوعية تتجاوز بكل تأكيد ثاد أيضاً، هذا هو المؤكد. إذن لدينا
هذا الصاروخ المنفلت لإعطاء درس إلى تل أبيب. فبالإضافة إلى الدرسين هناك درس جاء في منطقة خفيفة الحركة وأمام منطقة باص كان فارغا، فتخيل لو لم يكن، وهكذا. إذا الوضعية هنا وضعية تحمل ثلاث رسائل. الرسالة الأولى الصاروخ وحده، وبالنسبة للصواريخ النوعية وأيضا المسيرات الانقضاضية في عملية تل حييم لضرب تل حييم، وهناك المسيرات الانقضاضية لضرب الأهداف الاستراتيجية في قلب تل أبيب بما فيها ثعلب. هذا هو التطور الاستثنائي الذي يجب التأكيد معه، أننا أمام فعلا دخول في مرحلة توازن قوى لم يسمح لإسرائيل بتسجيل أي امتياز بضرب عفيف وزيارة يوركشاير في نفس الآن. يعني أن الفارق ساعات من أجل زعزعة الروح المعنوية لحزب الله، فتجاوز كل ذلك وقاد جنازة لعفيف من دون أي أثر أمني لإسرائيل ولقصفها. ثم بعدها وجدنا أمرا قاتلا باتجاه تل حييم، وأهم من كل هذا هذه الضربة التي لن تنسى إسرائيل الساعة 6:25 الساعة 6 بتوقيت غرينتش و25 دقيقة، سيذكرها الجميع، لأن على الأقل كما نقلت في أكثر من تقرير على هذه الصيغة، فيما الضربة الثانية كانت في الساعة 12:15 كما أعتقد. إذا في هذه الضربات بالنسبة لتل أبيب كان واضحا أن هذه الضربة هي الضربة التي استهدفت ثعد ضمن الأهداف الاستراتيجية التي لا يمكن تجاوزها. هذه النقط الحاسمة في ورقة التفاوض من جهة تحت النار، وأيضا باتجاه أن تل أبيب لأول مرة تضرب مرتين، وفي واقع الأمر فإننا أمام ضربتين بالدرونات الانقضاضية وواحدة بالصواريخ. هذه مركبة والأخرى منفردة، لكنها جمعت أفقيا وعموديا كل تل أبيب. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.